هنطلع المره دي بقى هنروح تونس، مدينه بنزرت في تونس. انا زرت بنزرت في تونس سنه 2014 وكلت سمك هناك، كان يعني مدينه جميله جدا، مدينه جميله جدا مدينه بنزرت في تونس. معانا الكابتن منذر الكبير مدير الفني التونسي واللي كان ماسك المنتخب التونسي في بطوله كاس العرب اللي فاتت في قطر لو تفتكروا طبعا. خلينا نروح نتناقش كده شويه مع كابتن منذر ونشوف اخبار الكره التونسيه ورايه في الكره المصريه، وايضا عندنا لعيبه توانسه كتير هنا في الدوري المصري. خلينا نرحب من خلال سكايب ايضا بالكابتن منذر الكبير مدير الفني او الكبير زي ما بيقولوا في تونس، مدير الفني السابق للمنتخب التونسي. كابتن منذر ازاي حضرتك؟ مرحبا بيك، الحمد لله وكل شيء تمام هنا في بنزرت، وان شاء الله انتم تكونوا لاباس وفي صحه جيده. الله يخليك، بنرحب بيك طبعا في قناه الحياه وسعداء اللي حضرتك موجود معانا على الهواء، يعني شرف لينا يعني. حتى انا شكرا على الاستضافه، شرفني برشا نكون موجود معكم في السهره هذه، بارك الله فيك. مبروك طبعا على صعود المنتخب التونسي لبطوله كاس العالم، ونتمنى كل التوفيق لمنتخب تونس بقى ممثل العرب ان شاء الله في بطوله كاس العالم القادمه ان شاء الله. اي شكرا، الحمد لله لكون المنتخب التونسي وصل لنهائيات كاس العالم. المشوار ما كانش سهل، كان فيه عده محطات صعبه. انا كنت اشرفت على الستة مقابلات الاولانيه اللي لازم المنتخب التونسي يكمل الاول في المجموعه. وما كانتش العمليه سهله، خاصه المجموعه كانت فيها منتخب زامبي، منتخب قوي، منتخب الغيني، منتخب نفس الشيء قوي، لكن الحمد لله بعد هزيمه غينيا في غينيا المنتخب التونسي عرف كيفاش يجيب انتصار مهم ضد المنتخب الزامبي، وحسم العمليه هذه من الشوط الاولاني 3-0 مضيعين ضرب جزاء. كان تحدي كبير، خاصه اللي لازمك تحافظ مدة سنتين على المركز نتاعك ما بين الخمسة المنتخبات اللي عندهم أحسن ترتيب في إفريقيا، باش يخولك تلعب في مقابلة البراش، في مقابلة الحاسمة مع فرق اللي ترتيبها أقل. وكنا الحمد لله محظوظين اللي كان جانا المنتخب المالي. لو كان المنتخب التونسي ما حافظش على المرتبة نتاعو في الخمسة الأوائل يمكن تولي قرعة غير وتولي الأمور أصعب شوية. لكن الحمد لله، واهم من ذلك اللي كونه المنتخب التونسي نجح باش يمشي لكاس العالم بالمدرسه المحليه. انا عديت تقريبا 3 سنوات او اقل شويه مع المنتخب، حافظنا على الترتيب نتاعنا، كل الاهداف وصلنا لها، والحمد لله المنتخب التونسي وصل لكاس العالم. كنت نتمنى يكون المنتخب الجزائري في كاس العالم والمنتخب المصري مع المنتخب السعودي والمنتخب المغربي، قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله المنتخب التونسي والمنتخب القطري والسعودي والمغربي يشرفوا الكره العربيه كما يلزم في نهائيات كاس العالم. طيب كابتن منذر الكبير كان متواجد مع منتخب تونس زي ما حضرتك قلت 3 سنين في كاس العرب، وعملت ماتشات كويسه جدا، وصلت نهائي البطوله امام المنتخب الجزائري في بطوله امم افريقيا، ايضا عملت ماتشات كويسه جدا، ومشيت زي ما حضرتك بتقول بشكل كويس جدا في تصفيات كاس العالم حتى المرحلة الأخيرة. إيه أسباب رحيل كابتن منذر الكبير قبل المرحلة الأخيرة لتصفيات كأس العالم من تدريب المنتخب التونسي؟ والله لحد الآن أنا ما لقيتش تفسير للقرار هذا، ما تقبلته. احنا مدربين محترفين، تفاجأت بالقرار هذاك، خاصة اللي كونه كل الصعوبات تعديناها وصلنا للأهداف نتاعنا. كاس افريقيا لعبنا ضد التحكيم، لعبنا ضد الحظ، ضد ضربات الجزاء، ضد الكوفيد، خاصه اثناء الدوره عندي 21 لاعب اصيبوا بالكوفيد. أيوة يعني قعدوا 7 أو 8 أيام الكلام ده فعلا. المقابله الاولانيه ضد المنتخب المالي الحكم يظفر في الدقيقه 85 وضيعنا ضربه جزاء، المقابله الثانيه ضيعنا ضربه جزاء، المقابله الاخيره ضد بوركينا فاسو وهدف تسجل علينا بلمسة يد وكانت عندنا ضربة جزاء واضحة. كل الظروف ما خدمتناش، سواء على مستوى التحكيم، على مستوى الكوفيد، على مستوى تضييع ضربة الجزاء، لكن وصلنا الربع النهائي في مقابلة كانت نجمه نمر نصف النهائي اللي هو كان الهدف، ما وصلناش نصف النهائي. بعدين جاء القرار نتاع تغيير المدرب. نقول في الاخر الحمد لله المنتخب التونسي ترشح لكاس العالم، ساهمنا بنسبه كبيره باش المنتخب
وصل للنهائيات في قرارات كانت في وسط الطريق ما يسالها في وقت من الاوقات. نتذكر كان يوسف المساكني اشترط تونس كل ضد وجود يوسف المساكني وهبي الخزري في المنتخب، وكنت في كل مره نخرج ندافع على الثنائي هذا خاصه على يوسف. والمقابلات الاخيره ورات قيمه يوسف المساكني واضافته للمنتخب اللي ساهم بقصد كبير باش يترشح لكاس العالم. زاد كيف كيف في عده قرارات اخرى اليوم نقف اللي كانوا القرارات اللي كان فيهم نقد كبير وكان فيهم اختلاف كبير، اليوم الميدان ورا اللي كانوا كانت قرارات اعطت اضافه كبيره للمنتخب في استخدام محمد علي برمضان وقتها كان سنه 19 سنه ما كانش لاعب اساسي 100% في المنتخب، اليوم صار ركيزه في الترجي، صار ركيزه في المنتخب، صار من احسن اللاعبين في افريقيا والحمد لله رهنت عليه وكان رهان صحيح. نفس الشيء منتصر الطالبي وقتها كنت نستدعيه للمنتخب كان تقريبا كل وسائل الاعلام مستغربين من القرار هذا، اليوم صار احسن مدافع تونسي. يعني في عده قرارات اتخذت في كل وقت هذاك، اليوم نشوف اللي كانوا رجعت بالفايده على المنتخب. طيب كابتن منذر عايز اسالك على اللاعبين التوانسه في الدوري المصري وكانوا معاك طبعا في منتخب تونس وحضرتك عملت معاهم مجهود كبير ورفعت من مستواهم وده اللي خلى الانديه المصريه تتعاقد معاهم. عايز اسالك عن سيف الجزيري مهاجم الزمالك وال يعني اصبح هو المهاجم الاساسي لمنتخب تونس خلال الفترات السابقه والفترات الحاليه، رايك ايه في سيف الجزيري تالقه مع منتخب تونس وايضا تالقه مع نادي الزمالك؟ في الكاس العربيه كما قلت كان هو هداف الدوره. ايوه قام بمردود كبير خاصه في النصف النهائي ضد المنتخب المصري ولا في الربع النهائي ضد المنتخب العماني والاماراتي، قام بدورة كبيرة وهذيك كانت التورنو يعني كانت هيك تحول سيف الجزيري في علاقته بالمنتخب وفي علاقته بالنادي نتاعو، خاطر في الفترة هذيك كان في برشا كلام يحبوا باش يستغناو عليه ويخرج من الزمالك بعد الكأس كأس العرب ولات المسؤولين يفكروا في مستقبل نتاع سيف الجزيري وأكدوا في تصفيات البراج مقابلة الحاسمة ضد المنتخب المالي ذهابا واياب وخاصه في دوره اليابان. معدنه محترم برشا، لاعب موهوب بدنيا قوي، عنده الحس التهديفي، تكتيكيا نفس الشيء، في بعض الاحيان يكون فيه شويه ارهاق بحكم تتالي المقابلات والمردود نتاعو ينزل هذا طبيعي، لكن انا في الفتره اللي عديتها في المنتخب كنت ثقتي فيه كبيره وكنت ديما متواصل معاه على المستوى الذهني باش نحاول نحفزه باش نحاول ننكادريه كما يلزم. الانكادرمون كان مهم باش يثبت ويتحدى كل الظروف ويفرض نفسه في الزمالك، والحمد لله كان رهان في 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 مكانه، واليوم قاعد اللاعب يشق في الطريق نتاعو كما يلزم وقاعد يعطي الاضافه للمنتخب والفريق نتاعو. طيب هنتقل بقى الناحيه الثانيه لعلي معلول لاعب الاهلي ولاعب المنتخب التونسي. علي خلال الفترة الأخيرة آخر شهر شهر ونص يعني في انخفاض في مستوى علي معلول، كابتن منذر بيقول إيه أسباب انخفاض مستوى علي معلول خلال الفترة الأخيرة مع النادي الأهلي؟ علي هو لاعب من الكوادر المنتخب، لاعب قائد فريق. أنا وقت مسكت المنتخب أول قرارات خذيتهم هو رجعت علي معلول للمنتخب، خاطر كانت كأس أفريقيا اللي دارت في مصر وقع الاستغناء عليه وما كانش موجود في نهائيات كاس افريقيا 2018. القرار الاولاني كنت نامن وعندي ثقه كبيره فيه اللي كونه هو اكثر من لاعب، هو قائد مدافع عصري، مدافع عنده لاسيست، عنده يسجل لك اهداف، وكان تشوف على المستوى الافريقي ما جابتش افريقيا مدافع هداف ومدافع يعطي تمريرات حاسمه كما علي معلول. ابخي تو ما قال له الا انسان، تجي فتره اللي كانوا بتتلي مقابلات فيه رهق كبير، فيه بعض الاصابات يتعدى بها، نشوفوا العديد من اللاعبين العالميين يتعداوا بفتره دروب، عادي جدا باش تعدى فتره دروب، لكن عنده ميزه وديما نقولها له اللي كانوا عليه ديما يكون حاسم في المقابلات المصيريه. اضافته كبيره للنادي الاهلي، اضافته كبيره للمنتخب، ومن احسن ما انجت الكره التونسيه على مستوى المدافعين العصريين. تمام،
يعني انت شايف ان علي دي مجرد بس اصابات ووقت قصير وهيرجع تاني لمستواه؟ مفيش مشكله بالنسبه عنده خبرات تقدر ترجعه لمستواه سريعا يعني؟ اكيد اكيد الامكانيات موجوده، واكثر دليل المقابله الاخيره اعطى اسيست وسجل هدف. يعني كي تشوف الاحصائيات نتاعو لي اسيست اللي عطاهم والاهداف اللي سجلهم يكون اكثر من العديد من المهاجمين اللي لعبوا في النادي الاهلي وهو تمام. يلعب مدافع. طيب عايز اسالك كمان عن فرجاني ساسي، وفرجاني ساسي كان متالق مع نادي الزمالك السنتين ثلاثه اللي فاتوا بشكل رائع جدا، انتقل للدوري القطري، وفي كلام ان هو يعود الى مصر مره اخرى من خلال ايضا نادي الزمالك. شايف فرجاني ساسي يرجع نادي الزمالك مره اخرى كراجل بقى لعيب دولي في منتخب تونس، وهل فرجاني يرجع مره اخرى نادي الزمالك ولا يكمل في الدوري القطري؟ هو وين يكون موجود اضافه لاي نادي، اذا يلعب مع الزمالك ولا يلعب في النادي القطري، لاعب مؤثر، لاعب قيمه ثابته، لاعب قيادي تكتيكيا على المستوى الهجومي عنده امكانيات محترمه، امكانيات يحبذها اي مدرب. اشتغل معايا تقريبا سنتين ونصف ونفس الشيء يعتبر من كوادر الفريق. المنتخب التونسي بفرجاني ساسي اقوى، ومن القرارات اللي في وسط الطريق اللي كنت ديما ندافع عليه وكنت ديما نحميه وكنت ديما مأمن به، والحمد لله الدوره الاخيره الدوره اللي قام بها المنتخب في اليابان خذا احسن لاعب في الدوره، وهذا يأكد اللي كونه ثقتنا فيه مده سنتين ونصف كانت في محلها، ولاعب قاعد يشق في طريقه على المستوى الاحتراف كما يلزم. كذا يلعب في الزمالك ولا يلعب في اي فريق اضافته مضمونه. تمام. اخر حاجه بقى، هل كابتن منذر الكبير راضي عن، او مش هقول راضي، هعرف رايك في انهاء التعاقد مع كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر والتعاقد مع مدرب برتغالي اخر فيتوريا؟ شايف رايك ايه في الكلام ده، وخصوصا ان انت لعبت قبل كده مع منتخب تونس في كاس العرب امام كيروش وهو ماسك منتخب مصر؟ اي تكلمنا كثير مع بعضنا خاصه في الكونفرنس دو بريس لا في دو ماتش ليله المقابله، مؤتمر الصحفي في المؤتمر الصحفي تقريبا 20 دقيقة بعد ما فاق، قعدنا تكلمنا على المشاكل الكرة المصرية ومشاكل الكرة التونسية في الوقت ذاك. لمست فيه اللي كانوا احترافية كبيرة، لا مدرب خبرة كبيرة، مدرب فهم العقلية اللاعب العربي، وشفته اللي كانوا أعطاه إضافة للمنتخب المصري. صحيح المنتخب التونسي فزنا على المنتخب المصري في النصف النهائي، لكن المقابلة كانت تجم تميل للمنتخب المصري كيما المنتخب التونسي. المنتخب المصري كان عنده فرصة ولا اثنين كان يسجلها، احنا زدنا كيف كانت عندنا فرصة ولا اثنين، الحظ في الأخير مشى مع المنتخب التونسي، لكن كانت مقابلة قريبة برشا، كان لي ديتاي كي اون في لا ديفيرونس، يعني جزئيات صغيرة كانوا الحمد لله لصالحنا. لكن شفت اللي كونه المدرب لو واصل مع المنتخب المصري كانت اضافته تكون خير، خاطر العقليه نتاعهم يخدموا على المدى البعيد باش تشوف لي بيرفورمانس، باش تشوف نتائج نتاعهم. المدربين من النوع هذا كان بعد وقت باش يحطوا طريقه العمل، باش يحطوا يحاولوا يعديوا اكثر ما يمكن من ديسيبلين، من انضباط للاعبين، خاصه الانضباط التكتيكي، هذا يلزم شويه وقت، مش كما مدرب يريني في النادي كل يوم يدرب اللعيبه نتاعو، في المنتخب الايام قليله. لكن انا بقطع نظر على الاختيار نتاع كيروش على مستوى الاقاله نتاعو ولا استقدام مدرب برتغالي، انا كنت ديما ندافع على الفكره نتاع المنتخب يكون احسن بالمدرب المحلي، المنتخب يلعب بروح اكثر ويلعب باش يحاول يفرح الشعب نتاعو وقت يكون مدرب يعدي الجانب الذهني ويعدي انتظارات تاع الشعب اللي الناس ما تعدش برشا باش ترى العلم بلادهم موجود في كاس العالم، ما تعدش برشا باش العلم يرفرف باش يفوز بالالقاب. انا نامن المدرب المحلي اضافته اكثر من مدرب اوروبي ولا خارج على البلاد هيك. تمام. طيب عايز اسالك بقى سؤال اخير، كابتن منذر الكبير قبل كده جاله عروض تدريبيه من مصر ولا ما حصلش خالص قبل كده؟
والله في بعض الاتصالات جانبية، اتصالات رسمية ما صارش لحد الآن، اتصالات جانبية ما من بعض الوكلاء. أنا نشوف نتابع كما يلزم الدوري المصري سنتين ونصف، بحكم عندي 5 ولا 6 لاعبين موجودين في المنتخب، ونتابع الإحصائيات نتاعهم ونتفرج في المقابلات نتاعهم. المست اللي كانوا بنية تحتية ممتازة جدا، في فرق تلعب في كرة عصرية، كرة هجومية، كرة سريعة، الجانب البدني متطور عند اللاعب المصري، فيه الجانب التكتيكي فيه اكثر شغل واكثر عمل. لكن يشرفني يكون موجود في الدوري المصري، واذا كان في عرض مناسب اكيد باش يكون جاهز وباش نخوض المغامره هذه ان شاء الله. كابتن منذر بقى بيحب الزمالك ولا بيحب الاهلي؟ والله بالنسبه لي انا زوز فرق شرفوا الكره المصريه وشرفوا الكره الافريقيه. تفرجت في الفاينل الدور النهائي الاخير اللي صار، شفت كره ممتازه، كره فيها الجانب الاوروبي بنسبه كبيره ياسر على المستوى خاصه التكتيكي. استمتعت بالمقابله هيك، يظهر لي زوز فرق قاعدين يخدموا على مستوى عالي وقاعدين يقوموا بتضحيات وراهم قاعده جماهيريه كبيره، وهذا يرجع بالفائده خاصه على المنتخب المصري. تمام، هربت من السؤال يا كابتن منذر. لا ما هربتش السؤال، انا جاوبتك لا انت بتحب ايه؟ نادي ايه يعني؟ دايما في تونس الترجي الافريقي الصفاقسي احنا بالنسبه لنا، لكن في تونس في ناس بتحب الاهلي، في ناس بتحب الزمالك. انت اتكلمت عن المباراه بشكل ان فرقتين بيلعبوا كرة حلوة، لكن انت ميال حبك بتحب اكتر مين، الاهلي ولا الزمالك؟ انا معروف يعني المنتخب التونسي هو في الدرجة الاولى، النادي رضا بن زرطي في الدرجة الثانية، واكيد الفريق اللي ندربه ولا المنتخب اللي ندربه هذاك اللي نحبه. اكيد حبيبي يا كابتن منذر، وسلامنا لكل اشقائنا في تونس، وبالتوفيق لحضرتك خلال الفترة القادمة، والسعداء اللي انت حضرتك كنت معانا في كرة كل يوم. مرحبا. شكرا، مرحبا بك، ومرة أخرى شكرا على الاستضافة حبيبي كابتن منذر، بنشكرك طبعا مدرب التونسي.